everybody. This is teacher Ayat, English teacher in JOS Academy. Inshallah, now we are going to answer the embassy's paper, أو الشيت بتاع السفارة لبرايمري 1، المرحلة الأولى، الصف الأول ابتدائي. هنحله مع بعض ونشوف ايه. Let's go. Here we are. This is the first paper. The connect. أول حاجة عندنا، أول question عندنا is trace and copy. Trace and copy يعني إحنا بس هنضغط بالبنسل على الليتر اللي هو معمول بالنقط ده. Like this. We have six words. هنكمل الساوند اللي ناقص بالبنسل، هنضغط عليه بالبنسل بس هنعمل ليه tracing. Like six, box, fox, yogurt, and yo-yo. This is the first question. طبعا سهل جدا. تعالوا نشوف ال question number two. Look and write. Here we have some words and we will write them under the picture to complete the sentences. Number one, it's already done. Number one, خلاص هو حللها. It's hot. It's hot. طيب تعالوا نشوف number two. It's طبعا الجو شمس، شايفين الولد لابس sun glasses ولابس cap، فهنقول it's sunny. Sunny. وعلشان ما نتلخبطش واحنا بنحل، الكلمة اللي ناخدها نعمل عليها خط كده علشان ما ننساش وناخدها مرة تانية. يبقى this is number two, it's sunny. Number three, it's طبعا شايفين umbrella وفي rain، فنقول it's rainy. It's rainy. It's rainy. وهنعمل كده سلاش على كلمة rainy علشان ما ننساش وناخدها تاني. آخر حاجة اتبقت معانا it's cold. Cold. C-O-L-D. Cold. Okay. So this is question number two. تعالوا نروح بقى لquestion three. It's also tracing. Tracing يعني هنضغط بالبنسل على الليتر اللي معمول دوتس كده. احنا هنكمله بالبنسل بتاعنا، يعني هناخد البنسل بتاعنا كده ونضغط down، بعدين umbrella stick it's letter M and umbrella stick letter M too. map، moon، mom، وفي عندنا الو sound اللي هو letter W، windy and watch. هنضغط عليهم بالبنسل نعمل tracing لكل الليترز دي، يعني هنا هنعمل الام، هنا هنعمل الام، هنا هنعمل M and M لليتر M، هنا هنعمل ال W وهنا ال W. اوكي يا شباب، الكويستشن ده سهل جدا. طيب تعالوا نروح لكويستشن نمبر 4. Look, read and match. Look, read and match يعني هنشوف اللي عندنا ايه وهنوصله ونقراه. أول حاجة they are، هي already محلولة خلاص. They are socks، هنوصلها بكلمة socks وبالبيكتشر بتاعتها. تعالوا نشوف number two. number two عندنا البيكتشر بتاعت t-shirt. لو واخدين بالنا الصورة هنا صورة ايه؟ صورة جاكيت، سوري اتس جاكيت. طيب بما ان هو جاكيت فهو حاجة واحدة، فاحنا هنوصله عند اتس. طيب اتس ايه؟ اتس ا جاكيت تحت هنا. This is number two. طيب number three. The picture is for t-shirt. يبقى نقول التيشيرت ده مفرد ولا جمع؟ ياخد they are ولا it's؟ لا هياخد it's عشان هو مفرد، فهنقول it's a t-shirt. It's a t-shirt. آخر حاجة عندنا shoes، وإحنا قلنا قبل كده لو أنتوا فاكرين يا حلوين إنه أي حاجة فيها شمال ويمين في الإنجليش بنعتبرها جمع. أي حاجة فيها pairs، two pairs، فردتين يعني، فيها شمال ويمين بنعتبرها جمع، زي السوكس، زي الشو، زي الجلاسز، زي ايه كمان، زي بوتس، زي بانتس، كل ده بنعتبره ان هو اسم جمع وبنقول ان هو بياخد زي ار. يبقى كلمة شوز هنا هتاخد زي ار، نوصلها كده بدي ار، دي ار شوز. تمام كده. This is question number four. حلينا مع بعض. تعالوا نشوف question number five.
طيب question number five, look and write the missing sound or the missing letter. في عندنا هنا حرف اختفى، احنا هنرجعه تاني. أول كلمة عندنا egg. إيه إيه إيه، what is this sound? Yes, it's letter E. So it's E, egg. Okay. Here we are. طيب نيجي لنمبر 2، it's vet. The same thing. إيه إيه، it's إيه vet. طيب نمبر 3، leave. Leave. So it's letter L. Leave. Okay. طيب هنا dentist. Dentist. إيه إيه إيه، the same thing. It's letter E. Dentist. طيب mom. Mom. M. آخر حاجة عندنا ما. Map. What is this letter? Again M. يبقى egg. فاضل لها ناقص لها sound إيه or letter E. Vet ناقص لها letter E. Leave ناقص لها letter L. Dentist ناقص لها ال E. و mom ناقص لها M. وآخر كلمة عندنا missing the letter M for map. Let's go to the next one. نروح لـ question number 6. The same idea، نفس السؤال اللي احنا كنا حالينه من شوية. Look, read and match. هناخد الـ picture. أول picture عندنا is cloud. So it's singular. يبقى it's a cloud. طيب number 2، it's rainy. Number 3, it's sunny. And the last one, it's windy. هنوصل الصورة مع it's وبعدين الكلمة المناسبة لكل صورة. Sunny, windy, and rainy. طيب نروح لquestion number 7. Here, look and write the word. هنشوف الكلمة ونكتبها عند كل صورة. Look and write the word. We have some animals. هنودي كل animal، الحيوان هنحط عنده النيم بتاعه. أول حاجة عندنا the first one is very famous animal. وعارفين هو بيعيش في الديزرت. اسمه يبقى يا حلوين لو فاكرين. It's camel. C-A-M-E-L. Camel. Okay. طيب number two, it's a very lovely animal وكلنا بنحبه بنتفرج عليه في الزو is elephant. E L E P H A N T. Elephant. طيب this very dangerous one كلنا مش بنحبه بصراحة. It's a snake. S N A K E. S N A K E. Okay. The last one is lion. L I O N. The king of the zoo. The king of the forest, lion, L-I-O-N. Okay, here we have monkey, M-O-N-K-E-Y, monkey. The last animal here is jellyfish, J-E-L-L-Y-F-I-S-H, jellyfish. Okay, so we will write the name of each animal under the picture. كلنا هنكتب اسم بتاع الحيوان تحت الصورة بتاعته. This is question 7. خلينا نروح لـ question number 8. Look and the circle. Circle يعني كده احنا هنعمل choosing، هنختار. خلونا نروح لأول واحدة. It's an. مدام قال an يبقى المفروض الكلمة اللي هتيجي بعدها تبدأ بـ vowel. مين بيبدأ بـ vowel؟ جوافة أو apple؟ It's an apple. Yes. طيب نيجي لنمبر 2، it's a. مدام a يبقى الكلمة اللي هتيجي بعدها تبدأ بconsonant not vowel. تبقى banana or orange؟ No, it's a banana. Banana. It's a banana. Number 3، it's an. An. مدام an يبقى الكلمة اللي هتيجي بعدها على طول هتبدأ بvowel. مين هنا في الvowel؟ Orange or fig؟ It's an orange. Yes. يبقى 1 apple، 2 banana، 3
orange. خلاص done with this question. نروح ل question number 9. Look and write the word. نفس الفكرة بتاعت ال animals بس هو هنا جايبها على الفروت. هنكتب كل كلمة تحت الصورة بتاعتها. أول واحدة عندنا banana. B-A-N-A-N-A. banana. طيب number 2 is apple. A-double-B-L-E. apple. orange. This is orange. O-R-A-N-G. E orange. طيب اللي بعدها mango. M-A-N-G-O. mango. Number 5 is guava. G-U-A-V-A. guava. Okay. بعدين date. D-A-T-E. watermelon. water. W-A-T-E-R. melon. M-E-L-O-N. Okay. آخر واحدة عندنا the last one is fig. F-I-G. fig. Okay, this is question number 9. خلاص كتبنا كل حاجة، كل كلمة تحت الصورة بتاعتها. تعالوا نروح ل question 10. Read and match. Here it's very easy. We will match. Let's match number 1. We have here the word the skirt. Where is the picture of a skirt? Just a minute. Here we are. It's a skirt. Right. Number 2, jacket. This is jacket. Then pants. Here we are with the pants. Socks. Here is the socks. And the sweater. This is the sweater. The last one is t-shirt. T-shirt. هنوصل كل كلمة بالصورة بتاعتها. خلاص this question is done. Okay. Let's see if we have another question or no. Yes, we have question number 11. Read and match. The same idea. هنعمل matching برضو مرة تانية. Read and match. Jam. Where is the picture of jam? We will match to jam. Jacket. Here is it. And jump. This is the last one. Jump. خلاص done. نروح ل question number 12. And I think this is the last one. Buoyant and match. برضو هو matching. هنوصل برضو كل صورة مع الكلمة بتاعتها. أول حاجة عندنا car. فين ال picture بتاعت car؟ Here is it. This is car. طيب number 2 bus. This is bus. And motorbike. This is motorbike and bike. This is bike. Okay, this is the last question, I think. It's matching. هنوصل كل كلمة مع الصورة بتاعتها. وبكده نكون خلصنا الشيت بتاع السفارة. خلاص البيبرز بتاعتها كلها خلصت لمادة الكونكت. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله نشوفكم على خير السنة الجاية. باي.